اسمي سيرين غطاس، عمري 19 سنة، بدرس في جامعة بيت لحم سياحة، وأنا بلشت ألعب كرة قدم من عمري 10 سنين ويعني لهلا، وشاركت كثير بطولات من وأنا عمري 11 سنة ولهلا. سيرين شغفها لكرة القدم لا يوصف، يعني أنا بظني أحكي لها ماما إذا إحنا ما لقيناكي عند عريسك بنلاقيكي بالفوتبول بالملعب. تحب الفوتبول بطريقة جنونية، يعني لدرجة إنها ممكن تلعب بغطا الكولا فوتبول كثر ما بتحب الفوتبول. يعني سيرين وين؟ تدريب، تروحش مناسبات اجتماعية، تروحش مع صحباتها قد ما هو الفوتبول، الفوتبول كون لها صحباتها، يعني صحباتها نطاق الفوتبول. حديثها عن المدرسة عن الفوتبول، مشاركتها في المدرسة الفوتبول، كل شيء فوتبول فوتبول عندها، حبها للفوتبول لا يوصف. بلعب حاليا في نادي ارثوذكسي ثقافي بيت صحور صاحبة سيرين. كمان اذا بفيد في انه انا دربت سيرين من وهي صغيره، يعني هي سيرين بيني وبينها في فرق عمر، انا 28 سنه هي 19. دربتها من وهي صغيره، كانت تلعب مع خطوات، فهي لانها مميزه طبعا صعدناها من بدري على الفريق الاول تلعب معنا، فكانت تلعب من وهي صغيرة، فرق عمر يعني بين اللي بيلعبوا في جيلنا وسيرين، وفي كمان كم بنت مميزين برضو كانوا معها بيلعبوا معنا. أول سفرة كانت إلي في النرويج، كان عمري 11 سنة وأخذنا فيها المركز الأول مع الاتحاد، وثاني سفرة كانت إلي في الأردن وأخذنا فيها مركز ثالث. في مشاركات ودية زي قطر أخذنا مركز ثاني، وفي ودي في إيطاليا إنه مش مراكز بس يعني عادي نلعب مع فرق إيطالية وهيك. نفسها تلعب أندية برا، تقول لو يجيني برا، لو يجيني لعب برا نفسها تلعب أندية برا، نفسها مو نعينها. يعني هي بتدرس في جامعة بيت لحم، بس تخلص من الجامعة ناوية طوالي دغري يعني تاخذ دورة تدريب فوتبول. سيرين من وهي تقريبا يعني تقولي كانت اظن صف خامس بعرفش ايش عمرها، كنت ادربها من 2010، بعدين بال 2012 13 تقريبا طلعناها على الفريق الاول تلعب معنا. لا انا اول اشي لما بلشت كنت تقريبا اصغر واحده في الفريق وهيك، ويعني مش من الشط الاشطر البنات وهيك يعني، فخلص بلشت اشوف حالي يعني انه لازم اكون مع اصغر ومش مع اصغر، فخلص انا كنت انا واختي نلعب فوتبول، فكانوا ينكروني مع الاصغر، فابوي طلب انه انا اضل مع اختي عشان ما نفتركش وهيك، فضلتني اطور 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 لحد ما صرت يعني من الشطاره فيهم حتى لو من اصغر واحده فيهم. وبعدين رحنا مع خطوات، بعدين أكاديمية، بعدين في النادي الأرثوذكسي شاف إنه بنات والأحسن والأشطر واختارهم وطلعنا عندهم. يعني سيرين معروفة بإنها شخصية كثير مرحة، يعني أي حدا عايش في حياتها أو صحبة معها بعرف إنه هي حدا كثير مرح، بتحب يعني بتحب تضل مبسوطة وتضحك. طبعاً التمارين عندها هواية، يعني بتحب دائما تطور من حالها تشتغل من حالها، يعني إذا في يجوز بنات مثلا تحكي لهم عندك تمرين انزلي، ولا عندها عيد ميلاد مثلا تطلع عيد الميلاد فيش مشكلة، بس سيرين لا دائما عندها التمرين، المباراة
أي إشي له علاقة بالفوتبول أهم إشي بحياتها. يعني بتصحى تفكر في إنه عندها تمرين في هذا اليوم مثلاً، عندها مباراة، يكون كل تفكيرها في الفوتبول. كل شيء محتاجيته، كل شيء بدها إياه معاها، ظهري بظهرها، يعني شو ما بدها أنا موجودة. يعني التدريبات ملتزمة فيهن وأنا ملتزمة فيهن، بس مباريات أنا ما بحضر لأني أنا ما بحبش بنتي تنغلب. دايماً معها، دايماً اتصال معها، شو بتحب شو بدها، حتى حديثها عن الفوتبول بكون مستمتعة بحديثها. يعني تحكي معي على الفوتبول بكون مستمتعة بالحديث معها عن الفوتبول، مع أني أنا مش كروية بالمرة يعني، بس بكون مستمتعة، صرت أعرف أن الفوتبول زي زيها. مع النادي بتدرب 3 أيام في الأسبوع، ولحالي يا بروح في جيم. قبل الكورونا كنت أروح جيم، وبعدين صرت أدرب باب الدار لحالي عشان يعني ما انقطع في الفوتبول والتدريبات. ملعب الرياضة بيكون عندنا 2 ساعة فريق كامل، ولحالي تقريبا بكون 1 ساعة ألعب تقوية للعضلات وهيك، وبس بحب أطور حالي عشان أكون الأفضل دائما. يعني هي مثلا باللعب بتحبش اللعب الفردي، يعني مثلا كثير بتعصب من انه تعطي، او بالاحرى بقدر افيدك شيء ثاني في انه اكثر شيء بتعصب منه ان هي ما تلعبش كويس بالمباراه. مثلا اذا قطعت طابه بدها تنزل على طابه ما قطعتها فكثير بتنرفز، مثلا لازم تلعب انه 100%، هي هدفها انه في المباراه تكون مستواها عالي. في ترابط بين رياضتي والدراسة، لأن أنا بدرس سياحة وبكونش في ضغط علي زي مثلاً أدرس هندسة أدرس طب، بكونش ما بيكون في ضغط علي، فعشان هيك يعني في توافق. يعني لما بنحضر مباريات بنقسم فريقين، يعني فريق مع فريق ضد، بس أنا دائماً بكون مع سيرين لأنها بتختار الفريق المضبوط. فبنحضر مباريات وبحضر معها، مع اني ما اليش في الفوتبول انا، بس بحضر معها. لقيت دعم كبير من المدربين، انه كانوا ضلوا يدعموني، وكل مدرب مرق علي في المنتخب يعني زاد عندي ثقه او زاد عندي مهاره في الفوتبول. فطور الحليب لازم الصبح دائما، بيض بتاكل، في الغداء وجبة أساسية، العشاء برضو يا بيض يا حليب أو كورن فليكس، متبعة هذا النظام، بعيدة عن المشروبات الغازية، بعيدة عنها. الحلويات بتاكل لطاق إنه تعطيها شوية طاقة قبل التمرين. قبل التمرين كمان بتاكل موز، موز منيح احنا اللي بلعبوا فوتبول، وهيك ماشيين. انا دائما يعني ما بفضل اكل الاكل جاهز ومطاعم وهيك، بفضل اكل الاكل دار، يكون فيه بروتين واشياء تعطيني طاقه يعني، وما باكل قبل التدريب بساعتين عشان اقدر اركض في الملعب، وعشان لياقتي انه بحاول اني انا ازيدها، عن اني لما اركض زياده مثلا اطلع امشي الصبح مثلا، او اطلع اركض الصبح لحالي، واذا فيش عندنا تدريب اروح الملعب اركض لحالي، وانه عشان بشتغل على لياقتي. انا
أنا دائماً بكون موجودة يعني مع سيرين إمتى ما بتحتاج، دائماً بدعمها معنوياً نفسياً، إنه في المباراة كل مباراة طبعاً بكون موجودة بشجعها، مثلاً إذا بتكون عندها شك في إشي مثلاً جيم قوية خايفة بشجعها نفسياً، مثلاً بحكي لها لا أنت كدها. يعني أنا بصراحة أنا بعترف سيرين أفضل قلب دفاع بفلسطين كلها، يعني بتلعب بشكل مقاتل يعني بالملعب، دائماً بدعمها. قدوتي العالمية اللي هو راموس مدافع في ريال مدريد. أنا أهلي بيدعموني إنه لما كان في سفر طوالي بيوافقوا، ما يعني ما بيعارضوني ولا إشي، وإنه بحب ألعب فوتبول كتير. ومثلاً أبوي لما يجي واحد يحكي له إنه بنتك لعبت هيك وجابت فيها جول وهيك، يعني بنبسط يعني بيفتخر فيها وهيك، فبكون مبسوط وبشجعني، وامي نفس الاشي يعني بكونوا مبسوطين وبشجعوني. سيرين بس ضحكة، يعني حتى وهي مصابة بتكون تضحك. وقعت اجرها وهي تلعب، قطبت اجرها قطب، لما اخذتها على الدكتور تضحك، دموعها بينزلوا بتضحك، سميتها دائما موجوده. بالمدرسه لما المس تكون معصبه بتروح على صف سيرين، بس تطلع على سيرين تقولي انا بفرح لما بشوف سيرين، ضحكه سيرين خلص بتنسيني هم اليوم كله. ضحكتها خلص ما بتزعل، ما بتحرد، ما مخها مش كاسي، انها لينه بالتعامل، بتحب الاطفال جدا جدا جدا، اطفال بيموتوا عليها، جيراننا دايما يحكوا لها سيرين سيرين. ضحكتها دايما تضحك، دايما تضحك، نادرا ما بتشوفيها زعلانة، نادرا جدا ما بتشوفيها زعلانة، أحلى في إشي فيها ضحكتها. بتمنى أكون مدافعة منيحة كتير كتير كتير، إنه ما يطلع علي بس مثلاً فريق فلسطين، يطلع علي مثلاً زي احتراف مش احتراف. يعني أنا بعطي كلمة لسيرين في إنه دائماً تضل زي ما هي هلا تلعب، ويضل عندها في التحدي إنها بدها توصل لأفضل لاعبة، دائماً تشتغل على حالها، لانه انا بعتبرها زي ما حكيت لك افضل قلب دفاع عندنا بفلسطين، واذا اشتغلت على حالها صح بعتبر انه بتطلع احتراف كمان مش بس على مستوى فلسطين. فانا بدي تضل تشتغل على حالها حتى تطلع توصل احتراف تلعب برا. بحبك. الله يعطيكي طيب ليرضيكي، وإن شاء الله تحقق كل أحلامك.